نسافر خلاص. ايوه اصبحنا. تسلم ايدك يا شوكر. لا اله الا الله. يا نهار اسود، يعني فعلا الراجل ده رفع عليك قضيه؟ طب والنقابه ما قالكش تعمل ايه؟ محدش قال لي حاجه. انا كده ممكن اتسجن.
الو فريق براكونا كفايه عليك كده بقى موري يحرقك باردو سكوزا سوري مفيش اي لغه ليك يو سبيك اني
عظيمة يا مصر. بقولك ايه؟ ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. بعدين ما قلنا حصل خير. ما انا عايز اقولك انا اسف بالعربي. ممكن تمسكي دي ثانية واحدة؟ ثانية واحدة. انا متأكد ان انت تستحقيها اكتر من اللي انا كنت بكلمها. قوي قوي قوي. هو في ايه؟ بنايدن يا صديقي. اوي اوي. انت فين بقالك كام يوم؟ عندي شغل كتير اوي في البنك، فبضطر كل يوم اروح متاخر. هعمل ايه؟ انا شاكك ان انت بتقلب البنك كده بعد ما زمالك بيمشوا. كبريت؟ بيرة. شفت بيحت الراجل القاضي؟ سمعت عنها. سمعت؟ طب هي ال اوي اوي. الست في الحقيقة جامدة اوي كده يوسف. اصلها في الصوت تخض يعني وهم. اكيد يعني الصور ما بتكذبش. متهيألك يا يوسف. غالبا الصور بتكذب، وقليل قوي لما بيكون فيها حاجه صح. سلام. ايه مش هتتغدى ولا ايه؟ مش جعان. حتى لو كان القاضي يستاهل الفضيحه، كل اللي بتعمله ده ملوش اي قيمه. اتفضل. لا 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 مش عايز. انت عايز مني ايه؟ شفتك كذا مره تحت مكتبي وعند بيتي، انت بتراقبني؟ طبعا. ليه بقى ان شاء الله؟ مش عارف، هو عشان كده قررت اتكلم معاك النهارده. من ساعه ما شفتك وانا مش عارف ابعد عنك، بفكر فيك كتير جدا. انا عايز اعرفك اكتر. بس مش مفروض تدي لنفسك حق صاحبه مش عايز يديهولك. انت اسمك ايه؟ يوسف. كده غلط يا يوسف. ايه يا ابني البهدله اللي انت فيها دي؟ ما تعرفش تعيش في نظام ابدا؟ قوم بقى عشان انا زهقت. والله يا ابني انا اللي زهقت منك من يوم اجازتك. حق عليا، ده انا جاي لك ومعايا الخير كله والله. خير؟ انت عارف البت ميري الفرنسويه؟ ميري صاحبتك. ايوه. اه طب انا قررت اظبطك معاها. مش بيسموها في مصر اظبطك برضه؟ ظبطني مع صاحبتك؟ ايوه. ظبطني ما انا ومريه صاحبتك. ايوه. وانتوا الاثنين يلا يلا. انا طول عمري اعرف ان انت راجل واطي، انما راجل مظبطاتي دي جديده بصراحه. بيسموه ايه المظبطاتي ده عندكم بلدكم؟ بيسموه ان انت حماره مش عايز تفهم. يا ابني افهم. اخرس. فاكر البنت صاحبتك اللي بتشتغل معايا في البنك اللي حكيت لك عنها؟ عارفها. اخيرا وافقت ان انا اخرج معاها. خلي جدع بقى وشيل انت الراجل الفرنساوي ده واعتبرها جميله. لا يا حبيبي لا، انا ماليش في الجميله دي ومش عايزها اصلا. انت عارف كويس ان انا بحب انا اللي اختار. وبعدين النهارده لازم اخلص ورق الواد رامسو. واد رامسو؟ اقول لك الواجب الفرنساوي وتقول لي رامسو؟ مشكلتك يا يوسف ان انت جدع، مش هيطلع لك اي مصلحه من ورا رامسو ده. يعني واحد صاحبنا وصدني في خدمه، مش لازم يعني الحسابات دي كلها يا عم رشيد. وانت يعني ما بتحسبهاش يا يوسف؟ عمري. انت عارف كده كويس. كدام. انت بتحسبها في كل حاجه وفي كل خطوه، بس المشكله انك فاكر نفسك بتحسبها صح. طب ما تعلمني بقى احسبها ازاي يا عم البنكير؟ اعلمك وماله؟ اه تعالى. بس خليك فاكر بقى ان انت اللي غلطت. انت لو بتحسبها صح يا يوسف كنت سالت على اهلك. كنت على الاقل يعني رحت زرتهم بعد كل المده دي يا اخي. انا اروح الجنه انا يا عم رشيد؟ متخيل مكتومين احسن. بعدين اللي زيك واللي زيي يعني لما يروحوا بلادهم هيعملوا ايه يعني تفتكر؟ لا هيعملوا كتير. نفترض مثلا ان اسرائيل اعلنت الحرب على مصر. يا ساتر يا رب. فالله ولا فعلك يا اخي. شفت يا ابني انت وطني جواك وطني ومش حاسس. بعدين المثل بيقول ايه؟ انا واخويا على ابن عمي. وانا وابن عمي على الحديده. ها انت شكلك فايق كده ورايق وجاي يوم الاجازه تعمل لوك لوك وراغي كتير على الفاضي. رايح اعمل ورق رقص بتكنيله في الاجازه. يوسف طب والراجل الفرنسي هتعمل فيه ايه؟
هي شكلها سليمه، بس انت ضامن الراجل اللي عمل لك المصلحه دي؟ يا ابني انت معاك تاشيره سليمه، عايز ايه تاني يا رمز؟ بس برضه انا حاسس ان اخرتها هتبقى سودة. بقول لك يا جو، ما تيجي نهرب؟ نهرب ليه يا حبيبي؟ نهرب ليه؟ احنا عايشين في امن مكان في اوروبا، انا وانت هنا شبه الناس، متداريين في الشارع، محدش يحس بينا، اي بلد تاني في اوروبا وش انا وانت ده ممكن يبقى تهمه، حتى لو ماشيين جنب الحيط على فكره. صح، بس برضه البلد دي ملهاش امان، واللي عايز مننا مصلحه النهارده ممكن بكره يدوس علينا بالجزمه. ده على اساس ان انت في مصر يعني عايش في منتهى الامان. انت ناسي ان انت جاي هنا هربان على مركب ورا مضروب عشان ما عرفتش تلاقي شغل في مصر؟ ناسي ان انا كمان جاي هربان عشان وقفت في وش واحد مكتوب على صدره ممنوع الاقتراب؟ ما كنت اهبل ومصدق. مصدق ايه؟ مصدق يا اخي، مصدق ان ممكن ناس تراهن بعمرها كله عشان خاطر مبادئهم ولا يكشفوا حقيقه واحده للناس. بس الحقيقه الراجل ما قصرش خالص، بعد ما كشفت قدام الراي العام قدام الناس كلها اترفدت. وكل ما اروح اشتغل في جورنال تاني الباب بيتقفل في وشي عشان انا بتاع مشاكل بكشف حقيقه للناس. وتهددت بقى ان اتاذي انا او اي حد قريب مني. فقلنا نمشي بقى نجرب حظنا في اي بلد تاني. اشكر ربنا. هو انت دلوقتي عايش ملك، فلوس وجنسيه وورق مضروب زي حالاتي. بقول لك ايه؟ اشوفك في البار. شكرا يا جو. يا ليل ناويت تسافر؟ يا ليل اصبرني. لا اله الا الله. يا ليل. حتى في البريك، حتى في البريك بتشتغل يا ريم؟ بجد مش ممكن يعني، حياتك بقت كلها شغل يعني. اتفضلي. طبعا في وسط انشغالاتك دي كلها نسيتي اهم يوم في حياتك، عيد ميلادي. رغم جنانك ده ورغم ان انت قعدت من غير ما تستأذن، بس معلش كل سنه وانت طيب. قوي قوي. كل سنه يا ريم طولتي في قلبي وفي عقلي وفي روحي. ايه يا بابا؟ مساء الخير. اتفضلي. وايه ده كمان؟ ده بقى يا ست الكارت اللي انت هتقدميه لي بعد اسبوعين من دلوقتي، هتقولي فيه ان انا اسفه ان انا كنت بعاملك بكل برود وبكل غلاسه، وتقولي كمان ان انا فعلا بقيت معجبه بيك جدا، مش عارف انام من غير ما افكر فيك، منبهره بيك. منبهره؟ ده طبيعي طبعا. اما بالنسبه للساعه اللي معاكي دي بقى هتقدميها لي النهارده الساعه 9 في العنوان ده. اوكي؟ وانا بقى عايزك تتاخري يا ريم عشان لا يبقى في فسح ولا خروج ولا اي حاجه. ماشي؟ ده طالع مجنون بجد. اصل احنا كنا اصل ايه؟ اصل ايه يا اخوي؟ واللي عمل فيك كده؟ غناء بقى المره دي على البنات ولا على لعب الكوره؟ لا ده ولا ده يا بابا،
احنا كنا في مظاهره. نعم يا اخويا مظاهره جرايه يا ولد. انت عاوز تودي روحك في داهيه وتوديه لوراك وحط شمس يا بابا. المظاهره كانت جوه جامعه. وبعدين لما حصل وبعدين ايه مالك انت ومال المظاهرات؟ دول عايزين يهدوا المسجد الاقصى، وكل اللي احنا بنعمله ان احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون. وانت بقى لما تطلع في مظاهره هتحرر فلسطين يا خي. قاعدين بنقول اللي في نفسنا وخلاص. انا متاكد ان يوسف لو كان موجود كان عمل كده وزياده. انت فين واخوك فين؟ انت فاشل. امشي انا اخش اوضتك واعمل حسابك. لو طلعت في مظاهره تروح بيت تاني. هنا لا، اوعى رجلك تعدي بالبيت تاني. ايه بتحسيني على ايه؟ في ايه يا ساتر؟ يا حول ولا قوه الا بالله العظيم. محمود كبر يا انور، طلع دمه حر زي اخوه. بس ما تقوليش زي اخوه. يوسف اخوه بطل بيغطي اخبار العالم كله، الكوارث والحروب والنكبات، مش زي العيال الهايفه بتوع اليومين دول. العيل ياخد مصروف من ابوه ويقول لك انا طالع مظاهره. انت مش شايف ان يوسف اتاخر قوي في السؤال على اهله؟ دول سبع سنين بحبهم ما نعرفش عنه اي حاجه غير تليفون كل كام شهر. برضه مكتر خيره عن يوسف. لولا الفلوس اللي هو بيبعتها لنا كل اول شهر ما كناش عرفنا نكمل تعليم المحروس اللي جوه. بس هو ان شاء الله هيجي باذن الله هيجي. معلش ما تخزيني، يمكن انا عم تقلع عليك هالايام مشان مشاوير تبع ملكه. مش مساوي مبدئ ما اشوف اكثر من مرات اللي اتفقنا عليها. لا ابدا يا فندم، لا تعب ولا حاجه. انا بس خايفه مدام كريستين تتضايق من وجودي دايما مع ملكه. كريستين وراها شغله وحياتها، بعدين هن ما كتير بيفكر بعواطفهم مثلها. في شيء تاني؟ ايوه يا فندم، عايزه حضرتك تشوف الدمو بتاع الدوله دي. انت مالك انت ملفزه يا بنت؟ ما يفسحها معاك. مالي ازاي بس؟ الراجل طول النهار في اجتماعات بره المكتب، انا نفسي ما بحضرهاش. طبقتها عمتها. هو شنت. اي مستر عبدون، صباح الخير. حاضر يا فندم، هبعت لك. اوكي مستر عبدون، تحت امرك. باي باي. عايز افهم بقى حكايه عبدون. مفيش حكايه ولا حاجه. لا في، بطل القمص ده. كل الموضوع ان الراجل معتمد عليا في كل حاجه في شغله يا يوسف. يا حبيبتي المفروض الحاجات دي تكون جوه وقت الشغل، لكن بره وقت الشغل ده بتاعنا وانت بس لوحدنا. بعدين هو دلوقتي هتلاقيه قاعد في بيتهم بيتفرج على ولا قاعد في بيتهم ولا حاجه. الراجل عنده اجتماع مهم جدا مع رجال اعمال من روسيا. روسيا؟ مش روسيا بس، علما ده بيقابل ناس كتير طول الوقت. الراجل ده شغله متوسع جدا. المهم ما قلتليش، مبسوط في شغلك ولا لا؟ مبسوط لدرجه ان انا مش متخيل اني ممكن اعمل حاجه تانية غير ان ابقى مصور صحفي. اتفضل. ايوه بس متهيألي في الشغلانه دي اللي انت بتحكي عنها يعني حاسه انها كده ما فيهاش استقرار. مش مسألة لا هي فيها استقرار. اه يا معلم. ايه ده؟ أول مرة ألاقي معاك بنات محترمين يعني. اه كريم عربية زينا على فكرة. ده طول عمرك تعرف بنات محترمين. كريم رشيد يا ستي صاحبي الوحيد في تركيا، مش عشان حاجة غش، هو الوحيد اللي أنا أعرفه هنا. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اتفضل يا حبيبي، ميرسي قوي ربنا. عايزين حاجة؟ تشكر يا دريم. حاجات؟ تشكرات يا دريم. حاجات. جوبا ده يا ستي اسمي لما كنت في الجيش ورحت تبع الوحدة المصرية لقوات حفظ السلام في الصومال. بس معناها ايه جوبا دي؟ جوبا ده اسم نهر في الصومال، في بلد ليها نفس الاسم. النهر ده معروف ان هو هادي جدا طول السنه، بس كل فتره بيحصل له فيضان بيطلع منه تماسيح كتير جدا بتاكل وتدمر كل حاجه حواليه. ولو دخلتي في المعجم او القاموس وقلت جوبا هتلاقي يعني القناص شديد الاحتراف اللي هو القوي قوي يعني. وانت علاقتك ايه بالتماسيح والقناصين والحاجات دي كلها؟ اقول واحنا في قوات حفظ السلام كنا عساكر من بلاد كتير قوي، ومره مجموعه من العساكر الامريكان اتحصلوا من المتمردين اللي احنا المفروض ان احنا بنحاربهم يعني. فقائد الوحده بتاعتنا امرنا، بس جه لي انا بشكل شخصي يعني وشوشني كده وقال لي عايزين نخلص الموضوع ده معانا. قلت له قوي قوي، رحت واخد ساتر. واخرت الساتر ده كان ايه؟ ولا حاجه، الموضوع خلص والحرب خلصت. طيب مين؟ اقصد ان الحرب خلصت يعني كل حاجه انتهت، بس انا تقدري تقولي ان كل خبرات الرمايه اللي كانت عندي استغنيتها في العمليه. اتفضلي اتفضلي. قوي قوي. انا كان معروف عني ان انا هادي جدا، يومها القائد بتاعي قال انت عامل زي النهر، نهر جوبا يعني لما بصور، ومن يومها لبس فيها الاسم ده. ايه جوبا؟ اتفضل. ايه ده؟ ده اعتراف منك ان انت كنت داخل الحكايه في الاول هزار وصياع، بس اتقلب بجد وحبيت.
شوف بقى هتديهولي امتى. دلوقتي حالا ما اقدرش اخره اكتر من كده. تادا تادا، يطلع ايه بقى؟ دي الهدايه اللي المفروض كنت تجيبها لي اول ما حسيت ان انا بحبك، ما كانش لازم تستنى لما اقولها دلوقتي. جودة حلوة كده. وبالسنة هتلاقي كل حاجة حلوة. رحت لحد فين؟ لحد أهلي في رمال. هيقلي لو عرفوك كانوا هيحبوك قوي. انت عمرك ما حكيتي لي عنهم. يعني ما جاتش فرصه. في حاجات بسيطه قوي بتبقى صادقه قوي رغم ان كلها مش بجد. يا ريم كلامي غريب النهارده، مش فاهم. افهمك، انا امي مصريه وابويا فلسطيني، وانا عندي 4 سنين تقريبا ابويا استشهد في مذبحه من مذابح الاسرائيليين، فرباني عمي الشيخ سليمان. يعني ابويا اللي رباني مش ابويا، واختي لما مش اختي بتبقى بنت عمي. وانا عندي 15 سنه تقريبا سافرنا انا وامي وجينا على هنا، ومن حوالي 4 سنين اتوفى. شفت حياتي ملخبطة ازاي؟ اغلب الحاجات اللي فيها مش حقيقية، خصوصا الحاجات الحلوة. يوسف انت بتحبني؟ طبعا. ليه بتسألي بشكل كده؟ عشان انا بحبك قوي.
ايه اللي حصل ده؟ مين دول يا يوسف؟ مش عارف. خلي بالك من نفسك. انا اديت لهم رقم حسابك عشان يحولوا نص الفلوس زي نظام كل مره. وبعدين اخلص قالوا لي ان حد منهم يظهر عشان ياخد الصور وبعدين ناخد نص الفلوس التانيه. مين دول بقى؟ معرفش. تليفونات كتير، ايميلات، رجاله، ستات، عادي يا يوسف زي نظام كل مره. انت عمرك عرفت مين اللي بيشغلك؟ المره دي غير كل مره. هيري مستر عبدون اختفى من الظهر وقافل كل تليفوناته. اه كان معاه سواق واحد تاني بس ولا واحد فيهم رجع لحد دلوقتي. ما تقلقيش يا ريم، هيروح فين يعني؟ اكيد هيظهر. طبعا لازم اقلق، عمره ما اختفى بالشكل ده. طب ممكن تهدي؟ اهدي، انا عندي مشوار خلاص وانا بكلمك. باي. رايح فين يا يوسف؟ رشيد لازم يفهمني كل اللي بيحصل ده. ورشيد ايه علاقته بكل ده؟ رشيد انت فين؟ مفيش وقت يا يوسف، تعالى بسرعه ارشح لك كل حاجه. رشيد انت تعرف عبدون منين؟ يا يوسف مش وقته، قلت لك تعالى بسرعه يا اخي. مصنع مهجور ده باخر طريق مطار. طب حاضر حاضر، جاي على طول. انا عارفه عارفه، جاي على طول. مع السلامه.
بشير. لازم تهرب دلوقتي. يلا بس اوعى اوعى تفكر ترجع البيت تاني، انت فاهم؟ اوعى، مش ممكن اسيبك. ايش يا يوسف. في ايه؟ حصل ايه؟ رشيد مات يا ريم. قتل. الله يرحمه. في ناس زيه بتموت كل يوم. انا اللي قتلت رشيد. رشيد مات بسبب شغلي. ياريت كلنا نموت بشرف زيه. رشيد مات شهيد. شهيد؟ يعني ايه شهيد يعني؟ ازاي؟ مين اللي قتل رشيد؟ دي معلومات سرية ما اقدرش اتكلم عنها مع اي حد. سرية ايه وحد ايه؟ انت تتكلمي دلوقتي حالا. انت كنت تعرفي رشيد؟ وازاي ما كنتش اعرف؟ ما كانش ينفع تعرف اي حاجه، لانك كنت عنصر التامين في عمليه مهمه جدا من عمليات المقاومه. مقاومه ايه؟ انا ورشيد كنا مراكز اتصال لاكبر خليه من خلايا المقاومه الفلسطينيه في تركيا وجنوب اوروبا. يعني مين اللي قتل رشيد؟ عبدون. لان رشيد اكتشف خيانته، ومن ساعتها كلنا معرضين للخطر، حتى انت. حتى انا؟ وانا يا اختي انا مالي ومال البطولات والافلام اللي انتوا عايشين فيها دي؟ انا مالي؟ انا نسيت صح، انا كنت مسؤول التامين في العمليه. مسؤول التامين. انا جالي الطريقه دي كلها. انت فعلا كنت عنصر التامين في العمليه، وعبدون كان يعرف ان رشيد بس هو اللي في المقاومه، وانا كنت مسؤوله ان انا اراقب عبدون وامن الصفقه اللي هو كان وسيط فيها. بعد كده لقيت تصرفاته معايا غريبه قوي. رشيد كلمني وقال لي ان عبدون ابتدى يشك فيا، وده سبب تصرفاته معايا. طلب مني ان انا اكون طبيعيه جدا، وهو كمان اللي اقترح ان هو يأجرك علشان تصور العملية. يا رشيد الصورة وصلت. احفظ وشي كويس عشان لما تقابليه. كله تمام يا رشيد، انا اديته الميعاد بعد بكرة الصبح الساعة 10 في قلعة رومبلي. تمام يا ريم، ربنا معانا ان شاء الله. وانا اللي اتصلت بيك عشان اديك ميعاد ومكان العملية. عبدون قدر باتصالاته وعلاقاته بتجار سلاح كبار قوي في روسيا وشرق اوروبا انه يفتح خط تجارة سلاح من جوه اسرائيل نفسها،
وده عن طريق تجنيد ضباط الجيش الإسرائيلي. واستلم عبدون من رشيد تمن الصفقة وسلمه شفرة فيها أماكن تسليم السلاح ومعلومات تانية سرية جدا. المعلومات دي عن طابور خامس خاونة داخل المقاومة الفلسطينية، والمعلومات دي كلها لازم توصل للناس اللي مستنيينها دلوقتي. طب وبدل ما رشيد يتقتل يعني عشان المعلومات دي توصل، ما سمعتوش حاجة اسمها الميل؟ لأن رشيد الله يرحمه اكتشف في الفترة الأخيرة أن كل عناوين الإيميلات اللي بنبعت عليها مترقبة. لازم نمشي من هنا دلوقتي حالا، أكيد هيجوا عشان يصفوني. لا من هنا تعالى. بسببك تفتكر انت بتخططي لكل ده؟ انت ورشيد كان يهمكم حد تاني غيركم؟ احنا كل حاجه بنعملها كانت اساسا علشان الناس غيرنا. واضح فعلا انكم بتعرفوا تخططوا. واضح. اهم حاجه ان المعلومات اللي حياتنا بتضيع عشانها توصل للناس اللي فعلا محتاجينها، المعلومات الخاصه بالسلاح والمعلومات التانيه اللي اخذها رشيد او اكتشفها عن ناس عندنا في المقاومه. الحمد لله كلها في امان لحد ما خطر. تاخديها منين؟ منك. الميموري كارد معاك انت يا يوسف. هو ده الكارد. ليه رشيد شاله معايا؟ لانه كان عايز يامن الكارت ده باي شكل، ووجوده معاك كان احسن طريقه نحافظ بيها عليه. رشيد كان متاكد ان انت بالذات صعب جدا اي حد ياخد منك اي حاجه، خصوصا لو ليها علاقه بشغلك، عشان كده هو اللي حضر لك شنطتك طلب منك تروح. لكن للأسف الحقيقة يا دوما وهو وصل. تفتكر بقى المعلومات دي أيا كانت تستاهل إنه يموت؟ تستاهل ناس كتيرة تموت بسببها. اللي موجود هنا احتمال ما يحررش الوطن، لكن أكيد هيخلي الكفاح يستمر. ريم أنت مصدقة الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ ده شغل دول، أجهزة مخابرات، مش ناس زينا. والوطن إيه غير ناس زينا؟ أنا وأنت ورشيد الله يرحمه، ناس عندهم قضية مؤمنين بيها. وتفتكري بعد التمثيليه اللي عملتيها عليا انت ورشيد انا ممكن اصدق اي حد خصوصا انت؟ ما تنساش ان انت كمان كنت بتنفس شغلك، شغلك اللي عمرك ما عرفت هو بيهد مين ولا بينصر مين. مش عبدون كان التارجت الجديد بتاعك واللي كنت عايز تستغلني عشان توصل له؟ انا انت ايه؟ انت مشروع بطل. رشيد كان دايما يقول عليك كده، بطل لو لقى نفسه مش بس حياته اللي هتتغير، حياة كل الناس اللي حواليه ممكن تتغير. في حاجة واحدة بس عايزك تتأكد منها، إن كل حاجة بيننا كان فعلا متخطط لها. لحاجة واحدة بس. ويهرب انت يوسف. انا مش هسيبك. كانت وسيد رشيد ليا اني اوصل المعلومات دي لاهلنا في رام الله. دلوقتي دي وصيتي ليك انت يا يوسف. دي امانه يا يوسف، وعدني انك توصلها. اوعدك اوعدك. اسأل على الشيخ سليمان العادي في رام الله. الشيخ سليمان مش أي حد تاني. خد السلسلة دي يا يوسف، هتفكرك دايما بوعدك ليا. كان نفسي أموت في بلدي.
مش قلت لك كل حاجة حلوة في حياتي ما بتبقاش بجد؟ ريم 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 لا ريم ريم لا ريم 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 ارجع لي يا ريم استنى يا ريم ما هو منلاقي ابنه الكبير ينسى ابنه الصغير بس يا واد انزل انده بابات من على القهوة زمان وخلص شغل هوا استنى يا حودة انا جاي معاك رايح فين؟ عند ابوك ما تتأخرش يا حبيبي حلاوة ايه يا عم بص وريها حاجة بقى ها البطل بتاع الجلكه واحد جهنم الحمد لله الحمد لله على السلامه تعال اعرفك بقى باصحابك الدكتور سمير اللي شايفك استاذ احمد الدكتور حسن الدكتور ابن يوسف اللي بيغطي الاخبار اللي في التلفزيون بجد اخبار الحروب والكوارث والنكبات اللي بتحصل في العالم كله والله والله بيشوف الموت في كل لحظه بس ربنا نجاه عشان اشوفه تاني والله ربنا نجاه الحمد لله طيب في الاذن بس راجعين تاني ها هنيجي نكمل يلا يوسف كان نفسي بلدي ريم استنى ريم 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 يا ابو يوسف بسم الله الرحمن الرحيم مالك يا حبيبي كابوس ده ولا ايه خلاص الحمد لله انا صحيت لحد دلوقتي اصلك وحشني قوي يا حبيبي دول 7 سنين بحالي وما شفتكش مش مصدقه انك قدام عيني تعال تعال يا حبيبي نام بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير يا بطل صباح النور يا بطل صباح الفل يا حبيبي يلا عشان تفتح ولا مش في الفطار ده ولا ايه؟ الطعميه السخنه بعدين ما دام الحنايه مقطعه بعضها كده ما تقلي له الطعميه في البيت احسن من البرمطه دي يا واد بطل ده ما انت عارف ان اخوك بيحب طعميه الشارع دخلت لا يا محمود استنيت على بال الراجل قعد الطعميه وقفت مع اصحابي شويه تسخن بقى وتيجي معايا تصور اللي هيحصل من هنا ايه اللي هيحصل من هنا انتوا عندكم مظاهره كبيره قوي بعد الصلاه من جامع الازهر مظاهره ليه ليه انت مش سامع اللي بيحصل في فلسطين ما شفتش اللي بيعملوه الاسرائيليين
بتتودودوا في ايه؟ لا ابدا يا اخي، انا معرف الكابتن بس ان صلاه الجمعه ركعتين. انت عارفه بقى بلاد بره الحاجات كلها متغيره. دول بيدبحوهم زي الفراخ يا جدع. الو، ايوه يا حبيبتي. قشطه، قابل يا معلم. ازيك انت يا امل؟ ده انت يا حبيبتي اللي وحشاني قوي. انا؟ لا انا بقيت عالي العالي. اصلك ما تعرفيش من هنا. الحاجات دي اكيد عليها بلاوي يا ريس. حاجات ايه يا عم؟ دي كلها صور شغل. لا ان احنا نازلين نصلي كنت قاعد اتفرجت على الحروب والحاجات الجامده اللي انت مصورها هنا. حروب؟ قول لي يا محمود، هي امل لسه بتسال على ماما يعني وكده؟ اكتر من الاول، مع انها اتجوزت ما انت عارف. ياه، انت لسه بيقولوا لك عجوبه؟ جريان انت عاوز تتحبس؟ مظاهرات تاني تاني؟ ايوه تاني وتالت ومليون كمان. يا ابني اكبر واعقل، هتفضل طول عمرك كده فاشل؟ يلا 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 قول له تاني. هننطك يلا. يا ساتر يا رب. اهدى يا شيخ، ابوس ايدك ابوس ايدك يا يوسف. عقله وهديه يا ابني. الله يهديه. هذا ممكن تهدى؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا محمود بابا خايف عليك من السياسة والمظاهرات والكلام ده. خايف عليا من ايه؟ اني اقول او اعبر عن رأيي اللي انا حاسس بيه؟ شوف انت ناجح ازاي في شغلك وفي حياتك. انا كل اللي بحاول اعمله اني ابقى زيك، ومع كل ده انت بطل وانا فاشل. لا 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 انت مش فاشل، انت زي الفل زي الفل يا حبيبي، انت احسن مني بكتير. والله انت احسن. هتفضل واقف بره كده كتير؟ ازيك يا ام؟ ازيك يا يوسف؟ حضانه؟ اه حضانه، بقالك مستغرب قوي كده. يعني انا فاكر انك ما كنتش بتحب الاطفال خالص. فاكره لما كنت بتقولي مش متخيله حتى انك تبقي ام؟ يا سيدي كل حاجه بتتغير. وبعدين ما انت كنت بتحب الكتابه والهدوء، ودلوقتي مصور حربي. مش مصور حربي برضو زي ما طنط بتقول؟ اه بس ما فيش حاجه بتفضل على حالها، كل حاجه بتتغير. مالك يا يوسف؟ ما فيش عمل، بس يعني حاسس اني محرج منك شويه. بقالي كام يوم هنا وكان المفروض اسال عليكي اول ما وصلت. ليه المفروض؟ قصدي انا مبسوطه طبعا انا شفتك، بس مش متضايقه ان ده حصل دلوقتي. بس ها احكي لي بقى. احكي لك عن ايه؟ عنك يا يوسف. عن السنين اللي قعدتها بره، شغلك، حياتك، نجاحك. طب ما احكي لي انت. مبسوطه انا؟ الحمد لله. طبعا اتضايقت شويه بعد ما سيبنا بعض وانت سافرت بره، بس بعد كده قابلت مروان، حبينا بعض واتجوزنا وخلفت جنة. بابا توفى من سنتين. الله يرحمه. الله يرحمه. الفيلا هنا كانت مقفولة. مروان عرض عليا إن أنا أشتغل، ففكرت في موضوع الحضانة. بصراحة مروان فيه ميزات كتير حلوة قوي. أهم حاجة إنه راجل قوي. فهمني يا يوسف؟ بقى بحس إني مطمنة، إني مرتاحة. عارف لما حد ممكن يشيل عنك أي عبء في أي لحظة؟ عارف الإحساس ده؟ وأهم حاجة للست هو الأمان. متزعلش مني في اللي هقوله، انت لما قابلتك مشكلة هربت، وده عمره ما بيدي الأمان لحد بيحبك. ايه ده كله يا عم شريف؟ يا عم كل، هو انت كنت تحلم تشوف الحاجات دي وانت مسافر؟ على رأيك، عشان لما أقولك إن أنت هتموت وأنت بتاكل كنت بتصدقني، مع إنه ما يبانش عليك على فكرة. مش هتاكل ولا إيه؟ ما هاكل. شريف، هو الأكل يكون فيه حاجة؟ لا لا والله، بص أقولك الصراحة بس. ضغط والكوليسترول دول مقدور عليهم يعني، انت عارف المستخبي. بس السكر بقى معلم، ده اللي ما تهزرش معاه. انت جالك ضغط وكوليسترول وسكر من ايه؟ مفيش يا عم، ايام حادثه العربيه بعد ما انت سافرت بيجي سنه كده ولا حاجه، اكتشفوا هم بيحطوا لي شرايح للمسامير ان انا عندي ضغط وكوليسترول وسكر وشويه حاجات كده تانية. دوس بس انت دوس. طول عمرك مهمل في نفسك.
المهم قول لي اخبار الشغل ايه؟ ماشي انت عارف السياحه في مصر يعني حبه فوق وحبه تحت، بس المطعم ماشي الحمد لله. المهم قول لي انت مبسوط؟ جوازك اخباره ايه صحيح؟ جوازي انا مش متجوز. مش متجوز؟ امال يا ابني انتوا الجنسيه التركيه ايه؟ مش انت لازم تكون متجوز واحده من اهل البلد عشان تاخد الجنسيه؟ ما خدت الجنسيه ازاي؟ ايه حاربت معاهم ولا ايه؟ لا رحت حاربت ايه؟ ده كنت قدمت خدمات انا للبلد هناك فادوني الجنسيه يعني. انت على كده بطل بجد بقى يا معلم. وابوك لما كان بيجي لي مع الواد محمود وقعد يحكي لي عنك وعن بطولاتك ده تقريبا ما كانش بيبشر بقى. عارف يا يوسف انا عليا هنا مصاريف وشيكات واقساط وبلاوي متلتله. بس انت بقى يا معلم لو فكرت تشاركني ونفتح مطعم عندك في تركيا يا نهار ابيض انا مستعد اشتغل ليل مع نهار عشان اوفر فلوس دي. انا في الشغل قلبي ميت ما اعرفش يا عم ارحميني. هتقول لي بس نفتح هناك هشتغل لك ليل مع نهار اوفر فلوس دي من تحت الارض. وبعدين بص احنا مش لازم نفتح حاجه كبيره يلا نفتح لك مطعم صغير كده. ايه يا حبيبي؟ انا حاسه من يوم ما جيت انك مش مبسوط. ها؟ انا زعلان من نفسي قوي يا ماما. حاسس اني وحش قوي. كويس. طالما عارف انك كده يبقى اكيد متاكد برضو انك ممكن تبقى كويس. ليه بابا قال عني اني بطل؟ ليه كلكم افتكرتوني ناجح وعظيم؟ ماما انا ما عملتش اي حاجه تشرف من ساعه ما سافرت. انا مجرد انسان فاشل وكذاب. عنينا السنين دي كلها على انك بتضيع عمرك هدر. مش عارف. بس انا بقى عارفة رغم ان انا مش متعلمة لا زيك ولا زي ابوك ولا اخوك. عارفة ايه يا ماما؟ عارفة اللي عايز يبقى محترم بيبقى واللي عايز يعمل الصح بيعمل. وعارفة ان كل ابن زيك كده ممكن يبقى بطل بجد في عينين امه وابوه واخوه. ارضي ضميرك يا ابني واعمل الصح. خلي لك هدف في الدنيا واعمل المستحيل علشان توصل. حاسس اني صغير قوي قدام نفسي يا امي. وهتفضل تصغر كل يوم لو ما راجعتش نفسك. الفشل يا ابني مش انك ما تنجحش، لا الفشل انك ما تحاولش. يا رمش اشوفك اخبارك ايه؟ تمام. بص عايزك تحجز لي تذكره بعد بكره على تل ابيب. فين الريس؟ تل ابيب. ايه
السلام عليكم. مساء الخير. انا بسال على شيخ سليمان العابد، مش ده بيته؟ هو موجود؟ مش موجود؟ جوبا؟ انت جوبا مش هيك؟ كيفك يا يوسف؟ الحمد لله على السلامة. ريم وصلت لياك بالضبط. انت لما اختي لريم قصدي بنت عمها، اكيد هي حكيت لك صح؟ حكيت لي طبعا. ازيك؟ الحمد لله. انا بس على الشيخ سليمان، في حاجة معايا عايز اديها له عشان تشوف الشيخ سليمان. هي قصة كبيرة بدها ترتيب وتظبيط. يلا يا اولاد بسرعة ضبوا غرافكم عشان نروح. شيلك من هالحكي هلا، انا لازم اوصل الاولاد للشارع اللي بجنبنا. يلا 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 بسرعة، يلا يلا ما تتحركش من هون. يلا يا خالد، يلا يلا يا حبيبي، يلا بسرعة. يوسف هي ريم وينها؟ ريم طب لما ترجع بحكي لك. طيب يلا ضرب نروح. يلا لسه بدهم شويه عشان فيش ضحايا كتير. ايش فيكي؟ منى خالد عسى خالد مش معانا. خالد في ايه؟ في ولد لسه برا لازم اوصله. خليك هنا انا هروح اجيبه. انا لا انت لازم تضلك مع الولاد. شو؟ انا عايز البندقية دي. ليش؟ وعايز حد يرمي الامام اللي هناك دي على الارض. ليش؟ بسرعة ابو حسن، بدنا بارودة وعملنا تغطية. حدش يتحرك من هنا.
دلوقتي تقدر تشوف الشيخ. سامحني على اللي صار معك اليوم، بس هي ترتيبات أمنية. على فكرة عشان الشيء اللي عملته اليوم حتشوف شيء أكبر بكتير. خليك هون هجيب لك بقية أغراضك. مش قد المقام خلص. عارف انت اللي عملته اليوم هو اللي خلاك تشوف ابوي، ولا تكون مفكر يعني الحكايه سهله ولا اشي. احنا لنا الشرف، بس هدول الاسرائيليه حاطيننا بدماغهم هالايام. ابوي اللي كنت بتسال عنه الصبح هيك بيعتبروه الاسرائيليه من اكبر قيادات المقاومه الفلسطينيه كلها. يابا هذا جوبا اللي حكيت لنا عنه ريم. شرفنا يا يوسف. شرفنا شيخ. اللي عملته مع اخواتك اليوم بيرفع الراس. انت بطل، انتوا الابطال يا ام الشيخ، عشان عايشين في الجو ده اصلا. ايش بنسوي يا يوسف؟ احنا بدنا نفهمهم، صار لنا سنين بنحاول، بس هم بدهمش يفهم. يفهموا ايه؟ مع كل التواريخ اللي بتتغير في حقيقه واحده مش مجال تتغير. حقيقتي انه احنا الباقيين مش هم. اذا حدا منهم حب يبقى غصب عنا رح نخليه يبقى، بس تحت الارض مش فوق الارض. هاي يوسف، كنت سألت عني. أنا معايا ميمور كارد عليه معلومات مهمة جدا. ريم ورشيد وصوني أوصله لك شخصيا. صحيح يا يوسف، هي ريم وينها؟ ريم ورشيد تعيشوا أنتوا. بعد ما اكتشفوا خيرة عبدون صفاهم واحد ورا التاني، وللأسف ما قدرتش أنقذ أي حد فيهم. ولا حتى قدرت أعرف مكانه فين. الأمر بيد الله. أنا آسف، بس كان لازم أقول لكم. الله يرحمه. ريما كانت مثل بنتي. عارف يا شيخ، ما هي ما حكت لي. كتر خيرك يا ابني. علي يا شيخ، دي حاجه بسيطه يا ابني. هذا اللي شايفه بسيط حياه الاف الناس متعلق فيه. على كل حال لازم تضل معنا كم يوم لحتى يهدر الوضع اللي خربطته يا بطل. ريما ماتت شهيده. ريما الفاتحه.
على اذنك. أنا كنت فيه، أنا كنت تايه، عليا كان غمضي، كان عقلي واقف وكنت شايف الحقيقة بنص عين. أنا كنت فيه، أنا كنت تايه، وعليا كان عقلي واقف وكنت شايف الحقيقة بنص عينيه، وتاريخي باصص عالحياة من برا كأن عمري ما شفتها ولا مرة. يابا بترجاك ما تفكرش بهاي الطريقة، انت متخيل ايش ممكن يصير لي لو انت صار لك اشي؟ وانت متخيل ايش رح تكون حالتنا لو جبناش السلاح اللي اندفع حقه من جهد وتعب الناس؟ متخيل ايش رح تكون حالتي وانا شاكك بكل رجالي الا واحد بس هو اللي بيحرسني برا؟ خلص يابا ابعت عمار اعتبرها عملية فدائية، هو مش رح يعترض لو انت طلبت منه هيك. انا رح اعترض، عملية تسليم السلاح لاحتياطاتها، الناس اللي رح يسلمونا السلاح عندهم بيعرفوا الاسماء اللي ممكن نبعتهم، غير هيك مش بس مش رح يسلموا السلاح رح يقتلوا اي واحد هم مش عاملين حساب يشوفوا. بس انت عمرك ما استلمت سلاح قبل هيك. الكل بيعرف اني انا المخطط وانا وراء الاتفاق، عشان هيك لازم أروح.
يعني خالد ده يتيم؟ اه مش بس هو اللي زي وبطارق اللي هيكونوا زيهم اكتر بكتير عنك انت ضيفنا يا سيدي. هاي هي بلدنا، عشان ناس تعيش لازم ناس كتير تموت. بلد غريبة قوي. قصدك حقيقي قوي، اصلك لسه ما عرفتهاش البلد الحقيقة. لما تعرفها وتعيشها زينا هتلاقي نفسك ترمي روحك بالنهار الصبح وترجع بالليل تقعد تحكي حكايات لخالد ولزيهم. مالي كلام ولا اشي؟ سلامتك. الشيخ سليمان كويس؟ وحياتك عندي خايفة عليه كتير من ساعة المعلومات اللي انت جبتها، وهو مصر يخلي الحمل كله عليه. خير يا لم، طمني. سامحني بس المعلومات اللي عندي سرية ما اقدرش اتكلم عنها مع حد. نفس الجملة دي سمعتها من ريم الله يرحمه. بس طمني، ريم قبل ما تموت قالت لي كل المعلومات اللي موجودة على الكارت. لهالدرجة كانت بتثق فيك؟ احكي لي، ممكن اقدر اعمل حاجة. يابا يوسف بده يشوف حضرتك. يعطيك العافية يا عمار. يا مرحبا يوسف. ايش؟ هل بدك تسافر؟ لا، ناوي تطلع معك عملية تسليم السلاح. لما بتثق فيا، وكمان ريم ورشيد الله يرحمهم كانوا بيثقوا فيا. شيخ سليمان انا كنت عارف كل المعلومات اللي موجوده على الكارت قبل ما اجي هنا. وانا كمان واثق فيك يا يوسف. انت اديت المهمة المطلوبة منك على اكمل وجه. بس هاي المعركة مش معركتك، هاي معركتنا. وانت ضيف هون. كنت ضيف لما كنت بتفرج على النشرة وتأثر شوية بعد كده في التلفزيون، بس بعد الحقيقة اللي عشتها هنا احساسي اني ممكن اعمل حاجة لأول مرة يكون ليها قيمة، احساسي اني مبقتش صغير، مبقاش ينفع بضيف. شيخ سليمان انا هاجي معاك العمليه اللي جايه، راجل من مجموعتك اذا سمحت. رجع
رشيد. قولي لا، انا زيك بابا في الاخر، بس انا عمري ما بط من دم اهلي وبلدي. مش قلت لك قبل كده ان حساباتك دايما غلط؟ انت ما تعرفش الشيخ سليمان ده كان ثمنه كام؟ طب وريم؟ ريم مالها؟ كان لازم تموت عشان دورها في اللعبه انتهى بالظبط زي عبدون. لازم اللي يفضل ماسك الخيوط كلها شخص واحد بس. حتى لو كان هيلفها حوالين رقبة التاني. فهمني يا يوسف؟ عارف يا يوسف مشكلتك انك جدع، بس جدع عندك المره دي بقى دخلتك في لعبه اكبر منك. ده بيزنس يا حبيبي، والبيزنس ما فيهوش حاجه اسمها لا وطن ولا دين. يعني اللي هيدفع لي اكتر هيبقى حبيبي. فهمت يا يوسف؟ اسمها خيانه. ارمي المسدس. رشيد، في حاجة اسمها وطن وحاجة اسمها دين، وكمان في حاجة اسمها صداقة. أنا عيطت عشانك يا أخي. اشمعنى أنا رشيد؟ وما كانش ينفع حد غيرك يا يوسف. أنت أقرب واحد ليا في الدنيا كلها. أنت صاحبي، وأكيد ما كنتش هتسيب دم يروح حد. وإيه اللي خلاك متأكد إني هاجي؟ طول عمرك جدع يا يوسف. كنت متأكد إن بعد موت يموت ريم إنك هتيجي لحد هنا عشان توصل الأمانة. هي أصلك يا يوسف. كويس يا أمي، عمري ما كنت كويس زي الأيام دي. أنا في بلد حلوة أوي وأهلها ناس عظام وطيبين، بس خلاص
هما مش محتاجين ان احنا نصورهم اكتر من كده. هما محتاجين اننا كلنا ندخل معاهم في الصورة. لسه الصورة ناقصة. بس لازم تكمل. أنا كنت تايه وعيني كانوا غمضين، كان عقلي واقف وكنت شايف الحقيقة بنص عين. أنا كنت تايه وعيني كانوا غمضين، كان عقلي واقف وكنت شايف الحقيقة بصعيني، وتريني باصص على الحياة من